تستغلها في احراز الاهداف، وده شيء مهم جدا ركز عليه مستر لاسارتي النهارده. ده بجانب طبعا التدريبات البدنيه المكثفه في مران الاهلي اليوم، وهذه التدريبات اكيد كانت مهمه جدا تحت اشراف اليخاندرو مخطط احمال الفريق. زي ما قلت لحضراتكم المباراه ان شاء الله باذن الله بكره على استاد الماكس في تمام الساعه 7:15 مساء. المباراه كانت 8، تم تقديم موعد المباراه عشان احنا عارفين كلنا بكره في مباراه قويه ومهمه جدا، وهي مباراه برشلونه وريال مدريد في تشامبيونز ليج. مباراه هتكون في نصف النهائي، مباراه كلنا مستنيينها برضو كمصريين عشان بنأزر ليفربول عشان خاطر محمد صلاح، الاهم بالنسبه لنا كاهلاويه ان شاء الله نخلص بس مباراه طلع الجيش الاول نفوز بيها، وبعد كده نقلب بقى ونتفرج على مباراه برشلونه. طيب خلينا نطمن بشكل اكبر من زميلنا العزيز ومراسل قناه الاهلي شريف شعبان. يا شريف مساء الخير. تحياتك يا زميلي امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. ايه الاخبار؟ طمنا يا شريف على الفريق، جمهور النادي الاهلي كله بيسمعك دلوقتي عايز يطمن على كل استعدادات النادي الاهلي لمباراه الغد امام طلائع الجيش وكل الكواليس الخاصه بالفريق خلال مرانه الاخير النهارده في التتش. خليني اقول لك ان التمرين كان الساعه 11 ظهرا، يمكن كان في محاضره لسارتي ومدير الكره كابتن سيد عبد الحفيظ مع اللاعبين علشان خاطر التركيز في مباراه طلائع الجيش، طالب اللاعبين بالحصول على الثلاث نقاط، طالب اللاعبين بالتفكير فقط في مباراه طلائع الجيش، التفكير فقط في مش مباراه في الدوري، لا يعتبروها مباراه في الكاس من فرصه واحده، طالبهم بالثلاث نقاط فقط لا غير، ولا عاوز تعادل ولا عاوز حاجه غير الثلاث نقاط علشان المحافظه على بطوله الدوري. يمكن بعد هذه المحاضره اللي استمرت حوالي 5 دقائق كان في احماء للاعبين وتقسيمهم لاربع خمس مجموعات، يمكن شارك في هذه المجموعات شريف اكرامي ومصطفى شوبير، ما شاركوش في فقره او تدريب الحراس مع الكابتن طارق سليماني اللي كان مخصص التمرين بالكامل للشناوي وعلي لطفي. من التمرين طبعا اللي هو مركز جدا على الشناوي وعلي لطفي عشان هم اللي هيكون لهم تواجد في مباراه الغد. يمكن بعد مستر لاسارتي قسم اللاعبين لمجموعات يشارك زي ما قلت لك الحارسين مصطفى شوبير وشريف اكرامي مع اللاعبين، يمكن الراجل عمل فقره تخصص على المرمى، يمكن عرضيات من اليمين والشمال، ان كيفيه انهاء الهجمه، كيفيه احراز هدف، ان المدافعين ايضا يتعاملوا مع المهاجمين في عدم تمكين المهاجمين من احراز الاهداف. يمكن الراجل عمل تمرينه تخصصيه علشان خاطر يقوي الحته الهجوميه عند المهاجمين وعند الاجنب عشان يعرفوا يحرزوا هدف، وفي نفس الوقت يقوي خط دفاعه عشان يعرف يتعامل مع الكرات العرضيه ازاي وينفع الجول يخش ازاي او يطلع ازاي في الكرات العرضيه. يمكن تمرين بنحتاجه كتير في الكره المصريه، طبعا انت عارف نقطه يعني ضعف في الكره المصريه من سنين السنين الكرات العرضيه والكرات الثابته ما بنعرفش نتعامل معاها في مصر. يمكن الراجل حريص بقى له فتره كبيره الصراحه، مش النهارده بس كويس. حريص بقى له فتره كبيره ان يبقى في تمرين تخصصيه باستمرار على هذه التمارين، ثم اختتم التمرين بتقسيمه صغيره. يمكن كان في جلسه على جانب اخر كده وهو التمرين شغال بين مستر لاسارتي ومدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ، يمكن جلسه طويله طبعا الله اعلم ايه اللي دار في هذه الجلسه. زي ما قلت لك كابتن طارق سليمان كان مركز جدا على الشناوي اللي عمله تمرينه قويه، وعلي لطفي الاثنين ظهروا يعني بشكل يطمئن جماهير النادي الاهلي. التأهيل مستمر على الجانب الاخر عمرو كمال وحسام عاشور، المفرح ان حسام عاشور بعد ما شارك في جزء من التأهيل دخل في تمرين الكوره مع النادي الاهلي وخرج تاني، ما كملش طبعا التمرين، خرج تاني على يعني بعد فتره ليه بعض الفقرات يعني بعد الفقرات، ده بيطمن الجماهير، ده خلاص بيقول ان حسام عاشور بدا يقرب من دخوله للتدريبات العاديه. يمكن في خلال يومين بالكثير هتلاقي باذن الله حسام عاشور موجود مع باقي زملائه. ويمكن بعد التمرين ما خلص كان في وجبه الغذاء الساعه 1 الدور، والساعه 2:30 طبعا كان في تحرك للمعسكر اللي في اسكندريه. يمكن المستر لاسارتي اختار 21 لاعب، الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، حارس الواحد الصاعد احمد فتحي، علي معلول، محمد هاني، ياسر ابراهيم، ربيعه، ايمن اشرف، حمدي فتحي، هشام محمد، السوليه، صالح جمعه، مروان محسن، رمضان صبحي، الشحات، وليد ازارو، ناصر ماهر، اجاييه، جيلاردو، والعائد بقوه، العائد بعد فتره غياب، نبض الاهلي النابض على طول طبعا او قلب النادي الاهلي النابض على طول وليد سليمان، مفاجاه النادي الاهلي. يمكن الكل كان سعيد جدا بعد انضمام وليد سليمان. كلمني عن وليد من خلال متابعتك للتدريبات الاخيره يا شريف، اخباره ايه؟ هل بدنيا خلاص جاهز؟ يعني هو موجود طبعا في القائمه، لكن هل ممكن نشوفه باذن الله في المباراه بيشارك، ولا الامور من خلال رؤيتك ليها في التدريبات اخبارها ايه؟
وليد ده من ساعه ما رجع من المانيا وبيشارك في كل التمارين بقوه، يمكن خد الضوء الاخضر هناك في المانيا ان هو خلاص اصبح جاهز بنسبه 100%، بقى بيشارك بقوه مش خايف من الالتحامات، بيشارك في كل حاجه. وليد سليمان مفاجاه النادي الاهلي في مباراه غدا باذن الله، وفي باقي المباريات السبع مباريات او السته بعد مباراه تطلع الجيش. وليد سليمان هيفرق كتير مع النادي الاهلي بالروح بالعزيمه. وليد سليمان اصبح جاهز، وخد على مسؤوليه وليد سليمان هيكون عامل فارق كبير مع باقي زملائه فيها في المرحله المقبله. زي ما قلت لك اتحركوا الساعه 2:30 عشان خاطر مباراه الغد باذن الله. باذن الله يكون بكره فصول الاهلي على 3 نقاط ويكون الفوز من حلفنا. العمل شغال جوه النادي الاهلي، الناس كلها شغاله، رئيس مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب، للنائب الوزير العامر فاروق، يمكن الاجتماعات مستمره. النهارده كان في خبر مفرح جدا لاعضاء النادي الاهلي ووزير السياحه السابق طبعا ورئيس شركه الساحل تنميه وتعمير النهارده. تنميه وتعمير طبعا موجود النهارده علشان خاطر مصيف جديد للنادي الاهلي، تشوف الصور، تشوف الفندق، تشوف الشاطئ، تشابوه مجلس اداره النادي الاهلي. اما هشام زعزوع معالي الوزير طبعا السابق يقول لك الناس بقى لها سنه بتفاوضني، بقى لها سنه بتجي لي المارينا وتقعد وتشوف وبتختار الفندق وبتختار شاطئ لاعضاء النادي الاهلي. يعني الموضوع مش وليد يومين ولا حاجه، ان انت خلال يومين بتمضي عقد والدنيا تمشي وخلاص، لا هم بقى لهم سنه بيدرسوا الموقف. يعني بقى لهم سنه وزيارات بتروح سريه لمعالي وزير العامر فاروق، الكابتن محمود الخطيب، زيارات للمارينا واختيار الفندق، اختيار الشاطئ، لا الشاطئ لازم يكون فيه لاعضاء النادي الاهلي، لازم الفندق يكون على احدث مستوى، لازم الفندق يليق باعضاء النادي الاهلي باسعار تناسب اعضاء النادي الاهلي. كل الكلام ده من سنه والناس شغاله في صمت، محدش بيتكلم. النهارده بيعلنوا توقيع العقود. لا شابوه مجلس اداره النادي الاهلي على فتح مجال جديد لمصيف النادي الاهلي. مرسى مطروح موجود، وادي الانضاف جديد، مصيف جديد النادي الاهلي هو مارينا. الكل شغال، الكل سعيد، الكل سعيد اللي بيشتغل في النادي الاهلي، كل سعيد على خدمه اعضاء النادي الاهلي، كل سعيد على فرحه جماهير النادي الاهلي. باذن الله باذن الله يكون فريق الكوره عامل سعاده للنادي الاهلي، ومجلس الاداره بيحاول على جميع الاصعده كوره وجميع الانشطه علشان خاطر يسعد اعضائه ويسعد جماهيره ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه جدا. شريف شعبان مراسل قناه الاهلي وزميلنا في القناه، وطمنا بشكل كبير جدا.